بقى حازم، يعني النادي الاهلي بتاريخه الكبير في حته تانية. فيوتشر النهارده اختار ان هو يكون موجود وسط الكبار من اول ما طلع. مباراه النهارده اكيد صعبه على الفريقين. صعب صعب اكيد، وفيوتشر من فرق المكافحه بشكل كبير جدا، ومن اول ظهور ليها في الدوري المصري بتأدي اداء جيد، بتنتدب لعيبه مش بارقام زي بيراميدز مثلا ولا الاهلي والزمالك او الاهلي تحديدا، ارقام ممكن، لكن بتعرف تجيب لعيبه كويسه، بتعرف السنه دي باع 2 3 4 لعيبه بمبالغ كبيره جدا، واشتريت السنه اللي فاتت وبعتهم السنه دي وكسبوا فيهم، وفي نفس الوقت ماشيين بشكل كويس في الدوري وبطوله افريقيا ماشيين بشكل كويس، معاهم مدرب برتغالي لعب ماتش بيراميدز كويس جدا، الشوط الاول قفل الملعب وكان يعني تحفظ شويه، وبعدين ابتدى شوط ثاني بشكل مختلف ولعب على الكاونتر اتاك، عبد الكبير الوادي وعاطف ومروان، كانت عبد عاطف وعبد الكبير هم اللي عاملين السرعات واشتغلوا من ورا الشيبي كويس جدا، وكان ممكن يكسبوا في الماتش يعني انفرادين مؤكدين لعبد الكبير وعاطف. فالنهارده اعتقد هيلعب بنفس السيستم اللي هيقفل الملعب قدام النادي الاهلي، هيستغل ان الاهلي طبعا بيلعب على المكسب اكيد، لكن برضه هيحاول يستغل انه يتعب الاهلي شويه، الاهلي اكيد لعب 5 ماتشات في وقت قليل جدا، فموضوع متعب جدا بالنسبه له اكيد، ومجهدين اصابات كتيره، ربنا يشفي طبعا الشناوي وياسر ان شاء الله باذن الله ربنا يشفيهم ويرجعوا باحسن واحسن، بس اعتقد ماتش كويس ان شاء الله كرويا باذن الله.